challenge, 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 time, 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 challenge time, challenge time, challenge time, signs, 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 can you, read, read, the signs, the signs. Can you read the signs? Can you read the signs? Can you read the signs? من أذكى الطرق وأفضل الطرق لتعليم اللغة الإنجليزية هي قراءة اللوحات الإرشادية أو قراءة لوحات المحلات، أي لوحات اللي مكتوبة باللغة الإنجليزية. هذه تطور مهارة القراءة عند الطالب، فلذلك يجب أن يشجع على قراءة اللوحات بشكل مستمر.